صباح جميل عليكم. وإحساس السمك إحساس بيجوعي يا جماعة، والشكل الأخير اللي إحنا شفناه للسماكة من مرحلة الصيد لمرحلة النار الزيت لحد ما السمك ده طلع علينا الآن شفناه في خزان جبل أولياء، كان حاجة مستفزة بالجد يعني. وفي البرد ده تحديداً إحنا شغالين في أجواء بتحتم علينا ناكل في أي زمان ومكان. صباح الخير عليكم بالهنا والشفا، وخلونا نشوف ذاته السمك ده بيأثر لين على القلب ولا ما بيأثر، بما إنه نحن الليلة تحديداً بنتكلم عن القلب. لكن خلوني أشوف دكتوري الموجود معاي حيكلمنا عن القلب ومشاكل القلب وجلطات القلب بنسمع بيها وبنسمع بيزول عملوا له توسعة في الشرايين، عملوا له دعامة، حاجات كثيرة لكن بيكون ما عارفينها ومن وين بتجي وشنو المسببات الممكن تسبب لنا. نستضيف في هذا الصباح هو اختصاصي واستشاري الباطنية والقلب و بمستشفى أحمد قاسم، وأيضا أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة بحري. أهلا وسهلا بك دكتور حمود عبد الباقي علي، صباح الخير عليك. عليكم السلام ورحمة الله. في البيت نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحيي مستمعي قناة الشروق في ربوع الوطن خارجه وداخله، ونشكر مقدمي البرنامج على هذه الاستضافة. تسلم يا دكتور. دكتور خلينا نشوف في البداية ذاته القلب ده شنو اللي بيسبب له المشاكل، شنو اللي بيخلي القلب ده ذاته يمرض؟ القلب ده الناس بيعرفوا والشعراء كتبوا فيه في الحب والجمال وانه دايما بينبض بالخير، اللي بيخلي القلب ضيع يا شنو؟ أمراض القلب، نحن حديثنا اليوم عن أمراض شرايين القلب. نعم. بالتحديد هي أمراض شرايين القلب بتأتي مع العمر، وطبعا هنالك الامراض السكر والضغط هي كلها بتعتمد او تعتبر عوامل خطوره لشرايين القلب. نعم. طبعا هو الناس بتحدث عن الذبحه، بيقول لك الذبحه الصدريه والنوبه القلبيه والسكته القلبيه. دي حدوثه بيجي نتيجه على شنو؟ هل هو في اختلاف ذاته في المعنى ولا هي متطابقات؟ أعتقد هنا في اختلاف في معنى النوبة القلبية ماذا تعني، والذبحة القلبية الذبحة الصدرية ماذا تعني، والسكتة القلبية ماذا تعني. إذا تحدثنا عن النوبة القلبية طبعا وهي الأخطر، يحصل انسداد كامل للشريان الشرايين التاجية القلب أو الفرع المغذي الجزء معين من عضلة القلب، فالأعراض بتأتي في شكل ألم في الصدر. ألم في الصدر يكون مصحوب بضيق نفس أو ضربات أو تعرق، وقد يأتي استفراغ. المريض قد يشعر بشعور وشيك بالموت، أو حتى تحدث إغماءة أو فقدان للوعي. هذه هي الأعراض. ده بالنسبة للنوبة القلبية. إذا تحدثنا عن الذبحة القلبية في اختلاف الذبحة أو هو الذبحة الصدرية بالأصح. الاختلاف الذبحة الصدرية بيكون في ضيق في الشرايين، ليس انسداد كامل. أيوة. انسداد كامل يعني انقطاع الأكسجين أو انقطاع الدم عن القلب عن الجزء من العضل بغذيه الشريان المقصود، فبالتالي يحدث احتشاء لعضلة القلب. نعم. في حالة الذبحة الصدرية يكون عندنا ضيق، يصل جزء من الدم ويغذي العضلة. نعم. الألم يحدث مع المجهود. نعم. مع المجهود يعني عضلة القلب تحتاج أكسجين أكثر أو دم أكثر، فبالتالي مع المجهود يحدث الألم. عند السكون أو الراحة يختفي الألم تماما. دي الذبحة الصدرية. إذا تحدثنا عن السكتة القلبية، السكتة القلبية يعني توقف القلب أو الرجفان البطيني للقلب، وهو من مضاعفات النوبة القلبية، وقد يعني الوفاة إذا لم يحدث إنعاش قلبي سريع للمريض. هذه هي السكتة القلبية. كل واحدة. نعم. بتختلف عن الأخرى. نعم. تماما. نعم. يا دكتور. كل واحدة تختلف عن الثانية تماما. تمام. نحن لو جينا نشوف ذات المشاكل دي ذاتها، تحدثت عن الانسداد وعن الذبحة الصدرية والحاجة، شنو اللي بيخلي الإنسان ذاته يصل للمرحلة دي، مرحلة مشاكل القلب؟ هل كان في مشاكل سابقة على الضغط؟ نعم. عنده علاقة؟ هنالك عوامل هي تساعد في حدوث تصلب الشرايين. تصلب الشرايين أو ضغط الشرايين يأتي مع الوقت، يعني ترسب الكوليسترول أو الدهون على جدار الأوعية الدموية. نعم. اللي هو الأوعية الدموية احنا نقصد بها هنا مثلا اللي هي الشرايين التاجية للقلب اللي تسبب الأمراض شرايين التاجية للقلب.
العوامل أو المسببة هي من ضمنها أمراض الضغط والسكر. إحنا بنقول في عوامل يمكن تغييرها والسيطرة عليها، وعوامل لا يمكن تغييرها والسيطرة عليها. مرض القلب ممكن يكون وراثي يا دكتور؟ نعم، أنا جايك. الأمراض التي يمكن السيطرة عليها أو يمكن تغييرها موديفايبل هي السكر والضغط ونمط الحياة. نعم. نمط الحياة بنعني به شنو؟ يعني عدم ممارسة الرياضة، عدم ممارسة الرياضة ونمط حياة كسول، يعني هذول يعتمد على الشغل المكتبي وعلى السيارة في الحركة، هو عدم ممارسة الرياضة والنوع التغذية الغير صحية والبدانة. بالإضافة إلى الضغوط العمل، هي ممكن تكون عامل في أسباب مشاكل شرايين القلب. هذه كلها يمكن تغييرها، وبالتالي يمكن الوقاية من شرايين القلب. هنالك عوامل لا يمكن تغييرها، اللي من ضمنها العامل الوراثي كما ذكرتي. العامل الوراثي وهي تحصل في عمر مبكر، في وهو دي جانب وراثي طبعا لا يمكن تغييره. وأيضا عامل العمر، مع تقدم العمر فوق 60 بنكون نحن يعني بنكون عرضة لمشاكل شرايين القلب. أيضا هنالك عامل مهم يجب أن يذكر، اللي هو ضغوط العمل، ضغوط الحياة اليومية. نعم. نعم. بمر بها الإنسان بنسمع. نعم. يا دكتور بيقول لك والله فلان ده جاته سكتة قلبية. الفرح الشديد أو الحزن الشديد عامل ممكن يكون يؤدي إلى السكتة. نعم. القلبية. نعم، هو الاسترس طبعا، هو الضغوط النفسية إذا كانت يعني حاجة مفرحة أو محزنة شديد قد تؤدي. في الحالة دي ممكن يلحقوا الشخص اللي حصلت له الحاجة دي، ولا ده بتاع السكتة القلبية بيقول لك والله بس جاته سكتة قلبية وتوفى يعني. السكتة القلبية هي توقف القلب، توقف القلب يعني، بالتالي يعني هو القلب مضخة أساسية طبعا بغذي الأكسجين. القلب ممكن يتوقف لكم دقيقة ويرجع يا دكتور لو حصل له إنعاش؟ والله تمتد على حسب فترة الإنعاش. كل ما تأخر الوقت، كل ما يعني بدأ الإنعاش بدري أبكر كانت النتيجة أفضل، وكل ما تأخر الإنعاش القلبي كانت النتيجة أسوأ. ممكن الإنعاش حتى 20 دقيقة. هي أن السكتة القلبية هي مضاعفات تحدث نتيجة يعني النوبة القلبية أو انسداد الشريان التام. بنسمع برضو يا دكتور بيزول بيقول لك فلان ده عملوا له دعامة أو عملوا له توسعة لشرايين القلب. التوسعة دي بتحصل كيف؟ ومتين ذاته الزول ده بيحتاج للتوسعة بتاع شرايين القلب؟ نعم، هي النوبة القلبية اللي هو عند حدوث أو شعور الإنسان بالألم أو ضيق التنفس، ألم شديد في الصدر الذي يستمر يعني لدقائق عدة أو أكثر من 20 دقيقة ولا يزول بالمسكنات مثل الحبة التي توضع تحت اللسان، عليه بالذهاب بأسرع ما يمكن للمستشفى. العضلة الساعة الأولى هي التي تنقص العضلة. كل ما أسرعنا في الذهاب إلى المستشفى. نعم. كل ما استطعنا إنقاص العضلة والمحافظة الساعة الأولى. هنالك طريقتين طبعا للعلاج. هو نحن في النهاية محتاجين نعيد تغذية أو تروية العضلة، عضلة القلب بالأكسجين بالإسراع في فتح الشريان. وطريقتين تتم، اللي هو عبر الدواء المذيب للجلطة لقفلة الشريان دي. أيوة. أو عبر عملية إجراء قسطرة تداخلية علاجية مستعجلة خلال الساعات أو الساعة الأولى. وكل ما أسرعنا في فتح الشريان دي واحدة من القسطرات، ولا دي شنو الصورة اللي احنا شايفينها دي؟ نعم، في حاجة داخلة لينا. أيوة نعم، هي دي, دي, دي الدعامة اللي هي بندخلها عبر. عادة تجرى عملية القسطرة هي قسطرة تشخيصية إذا كان دواء علاجية. القسطرة والدعامة كلمة واحدة يا دكتور؟ لا مختلفة. القسطرة هي اللي بنصور بها وبندخل بها، الدعامة هي ذات الوسيلة. أيوة. نخش عبر الشريان إذا كان الشريان باليد أو الشريان شريان الفخذ. نعم. وصولا إلى الأورطة ثم وصولا إلى الشرايين التاجية. ندخل القسطرة أولا. ونحقن بسبقة. ممكن تكون حاجة استكشافية أول القسطرة دي يا دكتور؟ نعم، هي استكشافية. حتى بعد كده ممكن تكون علاجية لو ولا. نعم. ممكن تكون قسطرة علاجية. وفي حالة النوبة القلبية الهدف علاجية، لأنه هو النوبة القلبية. نعم. عدد حصل انسداد كامل للشريان يجب فتحه. فبتكون العلاجية هي الأهم، إنه تكون علاجية. في ممكن توجد تعقيدات أو شرايين لا يمكن وضع الدعامة فيها. تكون الشريان المسدود، شريان أساسي أو عدة شرايين، فبالتالي لا تنفع الدعامة.
نحتاج ما يسمى الى عمليه ذراعه شريان، عمليه نعم. جراحيه او عمليه قلب مفتوح. الدعامه ما قلبي مفتوح ولا الاستكشاف الاولي ده؟ الدعامه بيتم عبر بنك موضعي، بندخل القسطره عبر الشريان، شريان اذا كان شريان الفخذ او شريان اليد. الناس طبعا يا دكتور برا بيقول لك فلان دارين عملوا له قسطره قلب حيفتحوا له قلبه، والناس البرا كل زول بيداوى. نحن بدنا نصحح لهم معلومه انه يا جماعه القسطره دي ما عندها اي علاقه انه بيفتحوا لها القلب ولا بيعملوا عمليه جراحيه. القسطره هي قسطره داخليه عبر الشريان. عبر الشريان ما يفوتش حتى ببنك موضعي. نعم. ليس تخدير عام يعني. هي القسطره من خلال تضع فراشه كبيره في الشريان، وعبره عبر حد الشريان الاورطي لحد ما نصل الشرايين التاجيه هي موجوده على جدار الشريان الاورطي. ففي صبغه معده بتحقن مع الاشعه. نعم. بنصور ونحقن الشريان التاجي، فبتوضحين اذا كان الشريان سليم او فيه ضيق او انسداد كامل او انسداد جزئي. جميل. دي هي بتقول على بتتعمل تشخيصية اولا. بعدك عبر هذه القسطره بندخل الدعامه، هي عباره عن شبكيه، في بالون، الشبكيه بتحد البالون، تدخل هذه الشبكيه للشريان الضيق في مكان الضيق. نعم. المطلوب، ومن ثم ينفخ البالون، وبالتالي هذه الدعامه كما وضحت لكم بتكون هي بتثبت على جدار الشريان. الشريان تتمدد. ايوه بتتمدد. نعم. وبالتالي يمر الدم عبر هذه الدعامه، بتكون تحلل ويمشي بطريقه انسيابيه، طريقته. نعم. الطبيعيه طبعا. دكتور حمودة، خلينا نشوف، بنسمع بيزول بيقول لك والله فلان جاته جلطة، الجلطة دي بتجي في الراس مثلا، في الدماغ، بتسبب جزء من الجسم، لكن لما يقول جلطة في القلب، كيف ممكن زول تجيه جلطة في القلب؟ جلطة في القلب هي ممكن تكون في الشرايين ذاتها، هي البكفل الشريان ده. جلطة في البداية بحدث تصلب أول اللي هو ترسب المواد الدهنية على جدار الشريان، في ضيق الشريان. وفي حين الضيق ده هو بتحدث فيه جلطه، بيحصل انسداد كامل. هي الجلطه ممكن تكون في الشرايين الانتاجيه للقلب، وممكن تكون جلطه القلب احد اعراض شنو يعني؟ الزول كيف بيعرف انه جاته جلطه قلب، والناس اللي حوله ممكن يزعفوه في نفس الوقت؟ هل يعني الجلطه العاديه الزول لو وقع، لو حصل له ايش، كيف جلطه القلب بتحصل؟ منقسمه، اول حاجه بنقول اذا كان جلطه في الشرايين هي دي امراض الشرايين، او هي متلازمه الشرايين الحاد، هي انسداد الشريان التاجي. هناك جلطات اخرى مثل جلطه الشريان الرئوي. دي بتختلف اعراضها، هي متغاربه لكن بتختلف. وهنالك جلطه ممكن تكون في البطين، الايمن او الايسر، او البطين او الاذين الايمن. اللي هي الفيزيو الايمن ممكن تمشي تعمليها، هي تكفل الشريان الرئوي. الصوره دي لوحده من الشرايين تقريبا. نعم. هنا طبعا هي دي الشرايين التاجيه. كما واضح عندنا هي تطلع من الاورطه. عندنا اثنين شريان اساسيات، هو الشريان الايسر والايمن. الايسر طبعا هو الكبير، وبغذي 85 او اكثر من عضله القلب اللي هو الظاهر في الصوره. نعم. فرع لفرعين من بدايته الرئيسي، فرع للشريان النازل الامامي. وفي شريان اخر يلف حول القلب، هذا هو الايسر. هنالك الشريان الايمن اللي هو الرايت كورونري ارتري. لو ملاحظين انه في الرسم هنا الحته السوداء دي هي الشريان القفل، والحته السوداء هي الحته انقطاع الدم الكامل عنها، بتوضح بيحصل فيها الاحتشاء. اذا لم يفتح الشريان بتموت الحته السوداء دي، يعني بتجي العضله بتاع القلب. نعم. تكون محافظه. دكتور خلينا نشوف الدعامات اللي بتتركب دي ذاتها، ممكن تكون خطيرة لنوع معين، لعمر معين، لمرض معين، زول عنده مرض ثاني ما ينفع، ولا زول كبير في السن، شنو الحالات الخطيرة اللي ما ينفع فيها دعامة القلب؟ الدعامة هي على حسب تعقيد الشريان. فمثلا المرضى السكري ديل دائما بيكون الشريان ما بيكون شريان واحد مصاب، بيكون عدة شرايين، أو بيكون الشريان الأساسي من جذع الشريان بيكون مصاب في بدايته يعني. فمثل هذه الشرايين يعني ممكن الدعامه يعني ما بتحل المشكله، وبالذات امراض السكري دي لانهم ثاني معرضين يحصل تضيق في الدعامه نفسها ذات.
فبالتالي ده الخيار الافضل لهم الجراحه. نعم. في حاله بيكون الشرايين لما تكون متعدده يعني كم شريان مصاب بالضيف، نعم، ده ممكن عضله القلب تضعف. ضعف عضله القلب دي دكتور ممكن ضعف عضله القلب. نعم. فالطريقه المثلى هي اجراء جراحه قلب مفتوح اللي هو بزراعه الشرايين. نعم. ذكرت ضعف عضلة القلب ده بيؤدي لمثلا ضيق في التنفس، بنلقى زول بيكون عنده صعوبة أحيانا في التنفس. نعم. هل ده نوع من المشاكل؟ اللي هي أعراض قصور عضلة القلب اللي هو طبعا ضيق التنفس، وهي بيكون في وزمة واحتقان الرئة هو بيسبب في الضيق، بالإضافة ممكن في تورم القدمين حتى إذا وصلت مراحل متقدمة نزول الماء في البطن. هي دي أعراض قصور عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب. نعم. وده دائما بيجي في يعني هي مراحل، قد يكون المريض في بذل مجهود بسيط لجو ضيق النفس، أو في مجهود أكثر على حسب ضعف العضلة. نعم. يتطور هذا الضيق يصل حتى مرحلة في وضع الراحة، يعني الإنسان يكون جالس وهو متضايق من نفسه، يكون عنده نفسه متضايق، او مع النوم على السرير برضه نفسه متضايق، وهي دي اعراض ضعف عضله القلب. دكتور خلينا نشوف روشتة اخيره تقدمها لكل المشاهد تكون توعويه اكثر في انه الناس تخلي بالها من قلبها وتبعد من المشاكل اللي ممكن تسبب لنا امراض القلب المختلفه. نعم. هي الوقايه طبعا خير من العلاج معروف. السيطره على الامراض يعني السكر والضغط هي من اكثر المسببات الأزمات القلبية أو النوبات القلبية، بالإضافة إلى التدخين. هي أشياء يمكن تغييرها طبعا. مريض السكر ومريض الضغط ملتزم بعلاجاته والسكر مسيطر عليه والضغط مسيطر عليه، فبتقلل لنا حدوث الأزمات القلبية. والتدخين طبعا هو من أسوأ، معروف أنه المدخنين الإصابة أكثر بنسبة 10 أو 10 أضعاف الغير إذا غرناهم بغير المدخنين. نعم. غير الأمراض الأخرى من سرطانات الجلد وتمدد الرئة، يعني فهو التدخين أضراره كثيرة، والابتعاد عن التدخين. حتى هنالك التدخين السلبي، يعني أنت لو ما مدخن السالبي يعني الزول أيوة يكون جنبك. أيوه التدخين السلبي، أنت تجلس بالقرب من المدخن. نعم. فالأضرار تكون نفسها أو أكثر. أو أكثر بالنسبة. نعم. بيأثر. أيوة. على القلب وعلى. نعم. عضلات القلب. ممارسة الرياضة، الأكل الصحي وممارسة نمط حياة صحي. أه. دي كلها من الأسباب الوقاية، واللي هي أضف إلى ذلك يعني هي طبعا أمراض الشرايين معروف في الناس الكبار. في الشتاء بيقولوا لك انه وهسه نحن في الشتاء الناس كلها بتعاني يا دكتور. نعم نعم. النوبات القلبية بتزيد ليه؟ أها. هل في علاقة؟ نعم في علاقة طبعا. هو البرودة يعني الشديدة، في بعض الدراسات وضحت انه يعني او وجد في علاقة بين انخفاض درجة الحرارة وتزايد النوبات القلبية. بنلقى زول بيقول لك والله البري شدت ما شديد لما حصل لنا تصلب في الشرايين. كلمة تصلب دي هل شنو الممكن يكون حقيقي فيها؟ هو تصلب لكن بحصل تقلص او انقباض للشرايين لزيادة ضخ الدم وزيادة الضغط حتى يحافظ على حرارة الجسم. نعم. فدي هي تسبب توتر شديد على جدار الشرايين وعلى العضلة. فهي قد تكون سبب في زيادة النوبات القلبية في فصل الشتاء. سؤال أخير يا دكتور. نعم. الأطفال هل هم ممكن يصيبوا بمرض القلب إذا كان ما وراثي؟ نادرا نادرا. الأطفال يعني شرايين القلب بالذات يعني أمراض الشرايين لأن هي يكون وراثي اللي يكون وراثي لأنه هي بطول الوقت إذا ما وراثي يبقى معناه هم معافين الحمد لله. لكن هم طبعا في أمراض الخلقية، أمراض الخلقية بتكون أكثر في الأطفال. نعم. شاكرين ومقدرين لوجودك وحنشوفك إن شاء الله في صباحات مختلفة. شكرا دكتور حمود عبد الباقي على الاستشارة الباطنية والقلب، شاكرين لك. ألف شكر لنا. شكرا لك. بارك الله فيك. تسلم. إن شاء الله يكون المشاهد اللي بيتابعني جماعة استفاد من الفقرة، والفقرة مهمة، والقلب هو الحياة، وإن عاش القلب هو مهم جدا. ممكن تعمل حسابك تتريض تأكل أكل صحي، أيضا كمان تنعش القلب بكل جميل ممكن يريح القلب. في ناس بيقول لك والله يا أخي شفت حاجة جميلة، وبيقول لك والله الكلام ده ريحني، والأيام دي أنا حتى قلبي مرتاح من المطمئن للحاجة الفلانية. يبقى معناها القلب هو مهم جدا. ربي يديكم إن شاء الله الصحة والعافية.